الجهة الجنوبية يعني على مدخل الصحراء، وفي الجهة الشرقية على مدخل ناصر الدرعي في رحلة الحج سنة 1710. نحن بصدد زيارة الشلالات، شلالة تاويالا، وسوف نأخذ الزوار الذين أتون من ولاية تيزي وزو إلى القصر، إلى القصر القديم بتاويالا، وبعدها سوف نأخذهم إلى زيارة الغيشة من أجل رؤية لي غرافي ريبست، النقوش على الصخر. وغدا إن شاء الله سوف نأخذهم في إطار السياحة الدينية من أجل زيارة زاوية عين ماضي والسد الجوفي لمنطقة تاجموت. صباح زرنا القصر الموجود في تويلا، وتلقينا شروحات حول تاريخ هذا القصر، والآن حاليا رانا في زيارة للشلالات، والشلالات والزيارة متواصلة طبعا.